فريد شوقي على شاشة الغد، بأي عين تتابعون ما يحدث الآن في السودان؟ نعم، الآن بعد هذا البيان اتضحت الرؤية بشكل كبير بأن هذا هو انقلاب قام به الفريق البرهان على الوثيقة الدستورية، رغم أنه ظل يكرر أنه ملتزم بالوثيقة الدستورية وتلا بعض البنود أنه تم تعطيلها، ولكن قطعا هي الوثيقة الدستورية بين طرفين، طرف الآن في المعتقلات والسجون، وتم حد الحكومة التي شكلت طرف في مع الذي وقع معه هذه الوثيقة، فهذه ضمنيا وعمليا هذه الوثيقة تم تعليقها بالكامل وإلغاءها بالكامل، وهنالك مرحلة جديدة هي حتى لم يسمي هذه الحكومة أو شكلها هل هي حكومة لرئيس واحد أم حكومة برلمانية أم حكومة لمجلس وزراء، ولكن تم حل كل هذه الأشياء. نحن الآن أمام حكم البرهان يحكم السودان بدون الوثيقة الدستورية، وستعهد بالحفاظ على سلام جوبا. وربما من المشهد هذا طبيعي بعد التأييد الذي كان من الحركات المسلحة التي وقعت على السلام، كانت تؤيد هذه الخطوات وهي اللي قامت بالاعتصام أمام القصر الجمهوري. نعم سيد شوقي، يعني ألا توجد الآن مساحة متبقية للحوار بين الأطراف المتصارعة في الساحة السودانية؟ أعتقد هذا يتوقف على الضغط الجماهيري لي في الشارع والذي سيدفع البرهان إلى القبول بالحوار في حال العصيان المدني وعدم تسيير دولة بالدولة، سيلزم هذا بحوار وتراجع عن هذه القرارات أولا، ثم بعد ذلك الحوار وإطلاق سراح المعتقلين وهكذا، هذا هو الذي سيجبر على حوار. طيب. وإلا سيظل يستمر سواء يحكم بهذه الصيغة الجديدة. يعني سيد شوقي حمدوك كان قد طرح مبادرة حل وحوار بين الأطراف المتنازعة، لماذا برأيكم لم يتم الاستجابة والتعامل مع هذه المبادرة؟ هي المبادرة لم تحقق لهذا الطرف ما يريده، اللي هو مسألة ما هو الهدف إذن؟ تسليم السلطة للمدنيين، كان تسليم السلطة للمدنيين كان هو واحد من أهم هذه الأهداف، فهو يرفض المبادرة، لم تخاطب هذا الأمر، لذلك تم رفضها وعدم التعاون معنا. كذلك هيكل القوات المسلحة ودمج القوات الحركات المسلحة في الجيش وتحديد الجيش الواحد، كل هذه لم تحقق هذه المبادرة هذه الأشياء وضمانات للعسكريين الذين يحكموا، لذلك تم رفضها وعدم التعامل معها، وتحول المسألة إلى ضغط لحل الحكومة. كان الضغط على رئيس الوزراء أن يقوم بحل الحكومة ومن بعد ذلك تشكيل حكومة بطريقة جديدة تبعد الحرية والتغيير التي وقعت هذه الوثيقة أو اللي شكلت الحكومة، حتى يحدث خلاف مدني أوسع مما هو عليه الآن، في مبررات أكبر لمثل هذا الفعل، ولكن هذا لم يتحقق، فما كان أمام البرهان إلا أن يتخذ هذه الخطوة. لعل السؤال الأبرز هنا بأن التحركات العسكرية التي شهدتها السودان أو شهدها السودان فجر اليوم، وقامت أيضا باعتقال مسؤولين في المكون المدني، السؤال هنا لماذا الآن وكيف سينعكس ذلك على المرحلة المقبلة في السودان؟ الآن اقتربت بشكل أساسي وبشكل كبير تسليم المرحلة للمدنيين، هذه تترتب عليه إجراءات كثيرة جدا في تسيير الأمور داخل الدولة، حتى الدولة العميقة أو النظام البائس يتأثر بتسليم الحكومة للمدنيين. ومشهد سيتعقد، من الواضح أن هنالك الآن مظاهرات في الشوارع كما تشاهد في الصور يعني.